بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا فاطمة أحمد عبيد زايد المغني النقبي، متقاعدة من وزارة تنمية المجتمع. حالياً أتشرف أني انضممت إلى جمعية الإمارات للمتقاعدين، ولم يتوقف دورنا أثناء الوظيفة فقط، ولكن خططت. أنا من الناس اللي خططوا للتقاعد 5 سنوات، وأنا أخطط كيف سأعيش حياتي مرحلة ما بعد التقاعد. أنا إنسانة أعشق العمل وأعشق النشاط الاجتماعي، فوجدت في نفسي أن أخطط وأن أكون دائماً محور عمل حتى بعد تقاعدي. فأنشأت مؤسسة سميتها مؤسسة لؤلؤة التراث، وهذه المؤسسة تحتوي على 250 عضو وعضوة من الأرامل والمتقاعدين ومن المطلقات والأيتام، جميعهم يعملون في حرف إماراتية مختلفة، ومن لا يعرف الحرفة أيضا يقوم بدور في تدريبه، نقوم بالدور في تدريب الحرف حتى يتعود على أن يصبح حرفي متميز. ولله الحمد بعد التقاعد وجدت نفسي مهيئة لأدير هذه المؤسسة، وفعلا هذه المؤسسة اليوم تم إنشائها من 2005 وما زالت قائمة لليوم. يوجد لها مقر في مدينة كورفكان في السوق القديم، يكون فيها الحرفيين متواجدين في الفترة المسائية لبيع منتجاتهم. وأيضا أقمت أيضا في ظل النهضة التي أقيمت ما شاء الله في مدينة كورفكان، واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله بهذه المدينة الجميلة وتحويلها إلى مركز سياحي يستقطب العديد من السياح من داخل دولة الإمارات وخارجها. تم منحي لله الحمد مقر لتعليم السنع والعادات والتقاليد للمواطنين وللأجانب ولطلاب المدارس، وهذا المقر يوجد أيضا في السوق القديم في مدينة كورفكان، ويطلق عليه مركز ومؤسسة حياكم اقربوا للتراثية. وأيضا ولله الحمد بموجب مرسوم صادر من صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حفظها الله، أصبحت عضوة في جمعية أصدقاء مرضى الكلى التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة، وهذه جمعية تطوعية تعمل على توعية مرضى الكلى وتحديد أهدافهم ورسم سياسات الاهتمام بالكلى التي منحها الله لنا سبحانه وتعالى، وتقوم بعمل كبير في جسم الإنسان. واليوم أنا مرشدة ومقدمة لبعض البرامج التي تهم هذه الفئة من الناس. قدرني الله أن يتم منحي أيضا في المنطقة التاريخية بمدينة كورفكان مقرا لمتحفي الخاص الذي أقمته منذ سنوات عديدة، وكان مقره المنزل، ولكن بتوجيهات سمو الحاكم حفظه الله تم منحي متحف لعائلة جدي عم والدي رحمه الله خلفان عبيد المغني، وتم ترميمه ووضع المقتنيات فيه، واليوم أمارس وايتي أيضا في الشرح للزوار عن هذا المتحف الذي يحتوي على إرث عائلة المغني الكبيرة البيت العود حوالي من مئات السنين، يعني 200 سنة وفوق، وحتى تحت بعض المقتنيات الخاصة لي، وكذلك بعض المقتنيات التي يمنحها أهالي المنطقة لي بعد وفاة ذويهم. هذه أمانة أحرص على أدائها، أقدمها للناس بشكل يرمز إلى السياحة وإلى أهل الإمارات قديما كيف عاشوا وكيف كانوا. ولله الحمد اليوم تتناقل الأجيال الزيارات إلى هذا المتحف لكي يعلموا تماما أن الإمارات غنية بأبنائها عبر العصور. والحمد لله الآن توجد منصة قائمة لجميع المتقاعدين، وهي جمعية الإمارات للمتقاعدين. أشكرهم جزيل الشكر وأشكر جهود مجلس الإدارة والقائمين على هذه المؤسسة التي أتاحت لنا نحن المتقاعدون الالتقاء والتواجد والمشاركة في الأنشطة ومتابعة حياتنا، لأننا اعتبرت أن التقاعد هو بداية حياة جديدة للإنسان وليس نهاية عمل أبداً. التقاعد هو خبرات جديدة تضاف إلينا. الجمعية ما مقصرة بإدارتها الحالية وإدارتها السابقة في قيامنا بالأنشطة والبرامج والزيارات وتبادل المعرفة وتبادل الخبرات ومحاضراتها وندواتها. ونشكر قناة أهل الدار اليوم التي أتاحت لنا الحقيقة أن نلتقي بها وأن تقدم نماذج من المتقاعدين المتميزين الراغبين في تعريف الآخرين بالتقاعد.
فإحنا نقول نحن لسنا متقاعدون ولكننا متفاعلون، يعني نعيش حياتنا يوما بيوم نحتفي بها. وأشكر الدكتور جاسم عبيد الزعابي مدير قناة أهل الدار ومالكها على هذا الجهد الكبير الذي يبذله من مع الجمعية بصفته متطوعا فيها أيضا وبصفته إعلامي خبير متميز. نشكره جزيل الشكر ونتقدم لقناة أهل الدار بكل الشكر والتقدير. ربنا يوفق الجميع، ومن يقدم على التقاعد لابد أن يكون لديه قرار أن يكون متقاعداً إيجابياً وليس متقاعداً سلبياً. قناة أهل الدار، قناة كل الأعمار.